فأنا أقول يا أحبتي يجب للإنسان أن يخضع أو ينتبه لهذه النقطة. فأقول دائما للشاب الذي يريد المعاكسة أو يفكر في فتاة أن يعاكسها أو يكلم فتاة، أقول والله ستجني ما حصلت، والله ستجني ما زرعت، والله ستجني ما زرعت. والشواهد كثيرة جدا. شاب قبضنا عليه في مركز السوق وكان عمره اليوم يعني الشاب في ثالث ثانوي، كان الشاب فيه نوع من الوسامة وكان واجه في بلتث أول ما طلع البلوتوث في بلتث عند الحسون. فقبضنا على الشاب وشلنا من المركز، قاوم مقاومة شديدة جدا وضرب العسكري وضرب، حولنا من الشرطة. الشاهد أنه هذا الشاب تواصلنا معه بطريقة أو بآخر، حولنا من الشرطة ثم سحبنا قضية فيما بعد لإصلاحه، محاولة إصلاحه. اجتهدنا في قضية دعوته هو، كان جوال معه جوال الدمعة أول ما طلع جوال الدمعة، وكان فيه مقاطع أكرمكم الله خالعة سينكس وكذا. فكنا بنحول الجوال يعني لإدارة الإعلام أو وزارة الإعلام، فحافظنا الموضوع عندنا. فقلنا له خلاص تجي تستلم جوالك من عند مركز الهيئة. فاتصل بي عدة اتصالات، اتصل بمرة وقال خلاص أنا إن شاء الله بإذن الله الشيخ بجي بكرة أستلم جوال. قلت خلاص الله يحييك، كان عصر أنا موجود. جاء العصر ما شفت أحد، انقطع الرجل شهر كامل. ثم اتصل بي قال لي شيخ أنا انشغلت وكذا، وأبشرك اسمعوا، قال أبشرك شيخ أني بتزوج، ويعلم الله أني فرحت. لأن ظروفه العائلية سيئة جدا، والده متوفى وزوجته أجنبية ووالدته أجنبية ولا يعنده في البلد، وضعه الأسري سيء للغاية. فلما قال لي يعني خطبت بالشيخ الشيخ، فرحت فرح شديد جدا أن أعرف ظروفه. فقلت له من وين؟ قال خطبت شابة من غير هذا البلد، أردنية الجنسية، ملتزمة ومستقيمة وحافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومدرسة في أحد دور التحفيظ. يعلم الله أنه زاد سروري مرتين، لأنه شاب بحاجة إلى امرأة تكون عاقلة تقف معه وقفة جادة. وقال يا شيخ إني تعرف عدد الزواج والزواج، بجي أخذ الجوال عشان أبيعه وأشتري فيه بعض الأشياء. قلت الله يحييك، الجوال غير اللي كان ممطي، تعال استلم الجوال. قال خلاص يا أخوان، يسكر الجوال ويجلس له حوالي 20 يوم أو كذا ما جاء. فاتصل بي مرة ثالثة، قلت يا أخي وش قصتك أنت؟ ترى جوالك لما جيت ترى بكسر. فقال لا بجي إن شاء الله بكرة إن شاء الله بستلمه بإذن الله، وبشرك إني بديت أأثث الآن بيتي وكذا. فقلت له ما شاء الله أنا برجع يوم قال من زوجتي الفلانة الأردنية وكذا، حطوا عندها في خط وسنرجع لها بعد شوي. في يوم جلمني أو اتصل بالاتصال الأخير، قلت له ما شاء الله عسى نفس ربعك الأولين زوجك السابق. قال لا والله خطبت من عائلة فلان الفلاني في المكان الفلاني. قلت عساها ما شاء الله الفتاة مستقيمة وملتزمة. قال لا أبشرك الحمد لله والوضع طيب. فقلت الله يوفقك وسددك. فجاء من بكرة واستلم جواله وبدأ يأثر فعلا. جاب يا أخوان كرة الزواج لي بالمركز، وجاب الوكيل وقال ترى عازمكم على زواجي في بعد تقريبا قرابة 3 أسابيع. قلت خير إن شاء الله. دارت الأيام، اتصلوا بالشباب المركز وقالوا يا شيخ قبضنا على شاب جاي من منطقة الرياض، جاي يقابل فتاة عند الجامع الكبير. وتفاجأ كيف الآن أنتم؟ فقالت يا شيخ تكفون استروا علي، والله العظيم إني أجهز لزواجي، أقسم بالله إني أجهز لزواجي. قلت طيب كيف يا امرأة أنت الآن تجهزين لزواجك وتخونين زوجك الآن تبحثين عن رجل بالحرام؟ قالت والله إن هذا كان هو اللقاء الختامي بيني وبين هذا الرجل، وكانت هدية المقدمة تثمن ب1200 ريال تقريبا اللي جايبها، ذهب وعطورات ومدريش وشكل على شكل قلب حب ومن القبيل. فيا شيخ وبدأت تبكي، فقلنا خير إن شاء الله بنشوف. سألنا عن العائلة وسألنا عن البيت وسألنا عن والدها، ولا رجل فاضل ورجل يعني مستقيم ورجل يعني نحسب الله حسيبه إلى حد ما يعني حسب ما نعرفه بشكله الظاهر.
الشاهد أيها الأحبة في حديثنا أن الفتاة لما قرب الوضع قالت أنا أجهز الزواج، زواجي ما بقي عليه إلا الآن أسبوع، تقريبا أسبوع، خلصوني، يعني شو تسوون بي أنتم الآن؟ هل أنتم تتنادوني؟ هل أنتم تعلمون أبوي؟ هل أنتم كذا؟ هل هل هل؟ وزوجي شكاك، والله يا أخوان هذا هو الحاصل، وزوجي شكاك، زوجي هو فلان ابن فلان الفلاني، من هو؟ هو صاحبنا، صاحبنا صاحب الجوال. والله أن الأمر نزل علينا كالصاعقة. طبعا هذا الشاب نفسه، هذا الشاب كان عند علي عند علي في المكتب أو على المكتب كان في بلاغ موجود عندي باسمه فقط، يعني زي ما نقول مثلا اسم مثلا مشهور، أو نقول مثلا إبراهيم الإبراهيم مثلا، يعني الاسم معروف يعني، أو بالأصح مو معروف لكن يعني بين الاسم. فكان اسمه على الماصة عندي بلاغ أنه هذا صاحب البلاغ، هذا الرجل اللي اسمه فلان بن فلان، أنه يدخل على فتاة في المكان الفلاني. فلما قبضناه المرة السابقة في المعاكسة قلنا له أنت لك علاقة بالفتاة؟ قال لا، أنكر هذا الأمر. نعود لزوجته، فلما قالت أني زوجة فلان ابن فلان، وأنه بعض الأحيان يجي لمنا عقب ما عقد، بعد ما عقد يأتي لمهم بالبيت بعض الأحيان زيارة وكذا، تقول فلما تتصلون أنتم هو يتصل أحد ولا أرد من باب احترام الزوج، تقول ليش، تقول ليش ما تردين؟ ليش؟ وش عندك؟ أكيد الناس فيك كالآد. هذا استفهام، وهذا نحط عنده خط مع الخط السابق عشان أعلمكم وش السبب. فيا أحبتي أعطيكم من هذه القصة درس، أنه كما تدين تدان، ودقة بدقة ولو زدت لزاد السبقة، فكما تدين تدان، فكما تعمل ببنات الناس سيعمل ببناتك. وأنا أقول لما الشاب هذا، أنا أعرف من الشاب ومن أهله أنهم مستقيمين وفي مستقامة والتزام، وذلك سبحان الله صار الانتقام ممن؟ صار الانتقام من زوجته. فأقول للشباب انتبهوا، سيكون هناك حساب. ثم بلي هذا الشاب بالشك، أصبح يشك، يدخل على بيته لو مثلا زوجتي مثلا من باب الاحترام ما ترد أو تخلي الجوال صامت أو مثلا كذا، من باب الاحترام تجد أنها يقول إيه أكيد أنها تعاكس، أكيد أنها تكلم لها رجال، لأنه هو زرع قلبه على المعاكسة.